وصلنا إلى أبرز الفيديوهات والمقاطع المتداولة على السوشيال ميديا خلال أسبوع، ونبدأ من هذا المقطع الذي أثار غضباً واستغراباً في الأردن، وهو لممرض في مستشفى البشير، المستشفى الأشهر والأكبر للحكومة من المستشفيات الحكومية. هذا الممرض يدخن أثناء إسعافه أحد المرضى. تم تسريب هذا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وبعد انتشار المقطع كشف مدير مستشفى البشير الدكتور علي العبداللات عن أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، واتخذت عقوبات إدارية، ومن ضمنها تحويل الممرض للمركز الأمني. من جديد، مقطع متداول لكلاب ضالة تهاجم فتاة في مدينة الزرقاء، لنتابع هذا الفيديو. هذا الموقف اللي حدث مع أختنا صفاء اليوم الساعة 6 صباحا، تم تصوير المشهد عبر إحدى الكاميرات الموجودة في المنطقة، وزي ما احنا بنشاهد اللحظة، هاي البنت، هاي صفاء، لاحظوا الآن هجوم الكلاب. لولا البنت الآن يعني طلعوا كيف وضعها، فعلا يعني كل الكلام اللي حكته صحيح 100%، ومليح اللي ما اندعست، والحمد لله يعني وجود الشباب بالباص اللي ساعدوها، وإلا كان لولا وجود الباص والشباب الموجودين بالباص لكان الوضع أسوأ. إلى متى ظاهرة الكلاب الضالة لا ندري. العديد من المقاطع المتداولة لاحتجاجات قام بها مسلمو أثيوبيا احتجاجا على هدم مساجد هناك وقتل متظاهرين محتجين على ذلك. خلال الأسبوع كان هناك تفاعل كبير مع وسم أو هاشتاغ أنقذوا مسلمي أثيوبيا الذين يشكلون ثلث البلاد، هذا طبعا إلى جانب الاحتجاجات والتي جاءت إزاء ما تقوم به السلطات من هدم للمساجد والمباني حول العاصمة أديس أبابا لتنفيذ مشروع توسعي للمدينة. المقطع التالي، وهو لمئات القتلى والجرحى في الهند في حادث اصطدام مروع لثلاثة قطارات في ولاية أوديشا. هذه المشاهد تظهر حجم الكارثة التي وقعت في أوديشا الهندية بسبب اصطدام ثلاثة قطارات. الفيديو التالي لسيدة مصرية تعبر عن فرحتها بوصولها للمدينة المنورة، مدينة رسول الله، لنشاهدها. المقطع التالي، وهو لعريس يمني بحلة زفافه أثناء قيام الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض عليه هو ورفاقه لحملهم أسلحة نارية وخناجر في موكب العرس بولاية ميتشيغان. عندما عرفت الشرطة الأمريكية أن هذا هو لباس اليمنيين التقليدي أخلت سبيلهم في وقت لاحق، وأيضا التقطت معهم صورا تذكارية.
مقطع التالي وهو متداول لمباراة الروسونيري أمام هيلاس فيرونا ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الكالتشيو، حيث أعلن مهاجم إيسي ميلان الإيطالي وأسطورة المنتخب السويدي اعتزاله قبل هذه المباراة، وودع السلطان زلاتان جمهور ميلان بالدموع والعبارات المؤثرة. آخر فيديو معنا اليوم هو لسقوط الرئيس الأمريكي قبل أيام خلال حفل تخريج لطلاب الكلية البحرية، والذي لاقى تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا.